رمضان كريم وكل سنة وانتم طيبين. لما تشتغل شغلانة زي شغلتي لازم الشر يسيطر على تفكيرك والخوف والرعب يبقوا هدفك. وأهم حاجة تبقى زي الديب، تدي الزبون الأمان، الكالون في السفور، وبعدين تغفله. بس للأسف الموضوع طلع أخطر من توقعاتنا. انت ما ينفعش! والله عيني وجعني على بالي! رامي! وحيد! وخليكوا فاكرين رامز لما يرجع لازم يوجع. رامز جاب من الآخر على MBC مصر وشاهد رمضان يجمعنا.